فاش كنت يلاه بديت المدونه ديالي كان عزيز عليا نصايب العجينه باشكال مختلفه، مره نضفرها مره نفتلها كل مره واش كنت ندير لها. كيقول لي سعداتك على خاطر عندك، قلت اجي نرجع نصايب معكم شي فطيره مدفوره بحال هي مزيان. جدول الطبخ غناخدو الطحين، غنزيدو ليه الخميره والزبده الحليب والملحه، ونعجنو هادشي مزيان بطبيعه الحال مع الماء. غنزيدو له شويه الماء ونخليوها تخمر. الحشوه كناخذ بصله غنقطعها طريفات صغار ونشحرها في زويته بلديه مع الثومه، نزيد لهم الكفته الملحه والزعتر والتحميره مدخنه والبزار، وفي الاخير زدت الزعتر. هنا كنرجع للعجينه من بعد ما خمرات، وغادي نقادها في المول بهذا الشكل، وغادي نتكها شويه فرماج الحشوه، ومن بعد فرماج عاوتاني. هنا غنصايب الضفيرات، كناخد ثلاثة ديال الشرائط كنثبتهم وكنضفرو كما كنضفرو الشعر، وغنقادهم في الفطيرة. الفران درجة الحرارة 200، الوقت نص ساعة. أحلى فطيرة، جربوها وردو عليا الخبار كتعجبكم بزاف بزاف. متعكزوش على الضفيرات راهم ماشي زوين. لايك الفيديو، بارطاجيوه مع صحابكم، وإذا جربتوها صيفطوهم ليا في مساج.